العالمين محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواني المشاهدين لهذا الموقع المبارك التواتر. اسال الله عز وجل لكل المشاهدين لهذا الموقع ان يغفر الله ذنوبهم ويسر عيوبهم ويفرج كروبهم ويفرج كروبهم ويرفع درجاتهم في الدنيا وفي الاخره. لا شك اننا في هذه الايام يظلنا هذا الشهر المبارك. شهر جعله الله الوعاء الزماني لكتابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر المبارك. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الله أكبر. ولذلك الله عز وجل ينادي علينا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا يا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ويقول جل وعلا مرغما في هذا الإنفاق: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لا بد من الإنفاق في سبيل الله عز وجل. الله عز وجل يعدنا فيقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يخلفه، وما يخلفه الله يضاعفه. حبة كما مرت من الآية تنتج 700 حبة، وليست 700 حبة فقط، لا، والله يضاعف لمن يشاء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من يضاعف الله له الحسنات ويكفر عنه السيئات ويرفع له الدرجات، آمين. هذا الإنفاق في الحقيقة مردة كبيرة. ولذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ثم يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ويقول جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه لا يسمعها أحد الأنصار بقلبه، سمعها كلهم بقلوبهم، لكن هذا الأنصاري وهو أبو طلحة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه مسرعا يتسابق مع الموت، فيقول: يا رسول الله، سمعت ربي يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه أحب أموالي إلي بيرحى، حديقة نخل عنده تطل على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في وسط المدينة. قال: هي يا رسول الله في سبيل الله. فقال بخيل: ذلك مال رابح، أبو طلحة عليه رحمة الله كثير النخيل، لكننا ما سمعنا عن نخيله وما سمعنا عن حدائقه الأخرى إلا عن هذه الحديقة التي كانت في سبيل الله. فكل ما بذل في سبيل الله يبقى ولا يفنى، يضاعفه الله عز وجل. الله أكبر. فهذه الحديقة في سبيل الله عند كم، وهذا يعني كثير من الصحابة كانوا ينفقون، كان يسارعون في الإنفاق. هذا عمر بن الخطاب حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإنفاق في جيش العسرة، جيش تبوك، قال عمر: لن يسبقني
أبو بكر في هذه المرة كان دائما السباق، كانوا دائما السباقين إلى الخير، قال لن يسبقني أبي بكر، أبو بكر في هذه المرة. فجاء إلى أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفق، قال أنت يا عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت يا عمر كم أبقيت لأهلك؟ ما لا أبقيت لأهلك. قال يا رسول الله أبقيت نصف مالي. وأنت يا أبا بكر ماذا أبقيت لي؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، أنفقت كل مالي. فقال عمر والله لن أنافسك يا أبا بكر في شيء بعدها، فقد علم عمر أن أبا بكر أسبق منه إلى الخير، وكلهم سباقون إلى الخير رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وجعل الجنة مثوانا ومثواهم. إخواني، الصدقة معناها الصدق، أي الصدقة برهان، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الطهور شطر الإيمان، والطهور شطر الإيمان، والحمد لله تبارك النساء الطهور شطر الإيمان، إلى حتى يقول والصدقة برهان. الصدقة برهان، الله أكبر، أي دليل على صدق إيمان صاحبها. وليلك البرهان دليل الخصم، أنت ادعيت أمرا يقال لك ما هو دليلك على أن هذا الأمر لك؟ تقول ها هو برهاني، أي دليلي على أنه لي. فبرهان كل مسلم يوم القيامة هو الصدقة، برهان كل مسلم الصدقة، الصدقة برهان. وليلك يا عبد الله تكون يوم القيامة في ظل صدقتك، الله أكبر. ثم إن رمضان في هذه الأيام، في هذا رمضان يأتي على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصعب الظروف، ظروف ما عشناها، هذه الظروف لم نرها قط، الأسواق مغلقة، الحوانيت مغلقة، الوسائل العيش الأخرى، الأعمال العامة يعني مغلقة، ما تجد حد يسامح له أن يفتح حانوته وأن يفتح ورشته وأن يفتح مكانه. وبالتالي الناس الآن في جوع شديد، والصدقة الآن عظيمة في هذا الشهر المبارك، في شهر جياع. لابد أن نعلم أن الإنفاق الآن يضاعف خاصة في شهر رمضان، ولذلك التطوع في شهر رمضان ليس كالتطوع في خارج شهر رمضان. من أدى فيه فريضة كتبت بأجر 70 فريضة، ومن فأدى فيه نافلة كتبت بأجر الفريضة، الله أكبر، الله أكبر. فلا بد أن نعلم أن هذا الإنفاق أمر، أن هذا الإنفاق أمر عظيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الله، فالله تعهد بأن يخلف للمنفقين. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وقبول الأعمال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.